مساء الخير او يعني بين نص مساء الخير وصباح الخير، انا بحكيها بتوقيتكم. هلا عندكم 12 بالليل، انا عندي 3 العصر. هاي الشناطي، هلا وصلنا انس على الطياره، نزلنا الشناطة يعطي العافية. 5 ستار برو، حاطك 5 ستار. يعني احنا كنا مستنيين اللحظة اللي تنقلع فيها. لا ايه؟ لا انا بعرف ليش احنا زعلانين هلا في طلعتك. والله غير اجيك مرة ثانية. وعد لا اقعد على خوانيقك، لا ارفق الصبح. ايه مو هاي اصالة هون. اصالة عم تعلاني برو، ما بدي اروح هلا. هاي مش شنطتي. اصالة توصلي بالسلامة. يلا باي برو، حبيبي ما انا بس هاي شنطتي وان شاء الله هيك استروا. ما هذا ما بعرف، حسيته مهاجر. اي شيء اصالة ثبتني فيه لو سمحتوا. ما تقول اي اهلين. صالة ان شاء الله شهرين والله خير اقعد على خوانيك. انا بورجيك. توصل بالسلامة ان شاء الله. اوصل بالسلامة وارجع لك بالسلامة. يعني شوف العنوان، انت لو بتنساه وحياتك مسيب. مسيب وفي طريقة بجوجل مابس بيسيبوك. يلا باي باي. استنى خذ معك مشير. لا خليه عندك، خليه عندك. وين جبته؟ خليه عندك نشيط. ما بينيمني ولا بينيم حدا. ما بياكل الا تشيكن. والله حيبيض عنك. يلا مع السلامه. يلا باي. الله باي باي.